يلا نسوي كيوية. مثل كل مرة رسم على سيدي لازم طبقة لون أبيض. باخذ الأخضر الغامق بحطه حدود السيدي. جيب الأخضر الفاتح ونحطه هني وندمجهم. أكوب بخليط الأخضر والأصفر نحطه هني وندمجه. بعدين بالأصفر بحطه هني وبدمجه. باخذ الأبيض بسوي حوالين فتحة السيدي شجي واللون كامل بالأبيض. حطيت درجتين من البني وبخلطهم. فرشة صغيرة باخذ الخليط اللي طلع وبحطه حدود السيدي. الحين برجع للأخضر الغامق وبرسم لاينات سيدة. إن برجع للأبيض بعدين بسحبه هني. يعني بفرشة صغيرة باخذ أسود وبرسم حب صغار. آخر تاتش بالأبيض وفرشة صغيرة. بحط إضاءة في الحبوب الصغار. خلاص شوفوا كيويتنا شلون صارت. خلوني بجيب خواتها. هذه كيويتنا وهذه نخواتها.